تفضل. تؤمر بأي حاجة تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك للشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. حاضر. تعالى. حاضر. هات ياض المرتب. اخلص. اهو. ايه ياض ده؟ فين بقية فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة خسارة ومية خسارة. قالوا لي ان في قطر فرم اربع شباب، قلت يا ريت تكون انتوا، لكن للاسف باظت المرة دي. خير يا بابا. ثانية واحدة. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ اياك تتطول وتتكلم معايا بالطريقه دي تاني. انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي. جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. اقول الهي تمرض، الهي تتحوجوا، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار بكت الهبله امك حبله فيك، الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شطان نسقطه. حنية الأب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. أهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش فيها ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي أخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. أنت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفه العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانيه واحده، ثانيه. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب. مين قال لكم تطفحوا؟ مين دافعين فلوس انتوا على الاكل ده؟ حد دفع تعريفه في السفره دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شويه عاطليه وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط طول ما انتوا بتدفعوا تدعوا لي. يلا بالسم الهان. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش. شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردوده عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه او كاوتش. فاكرها سهله 300 جنيه؟ أنا شايلك 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في أي لحظة أبقى جاهز وأتويك. كاوتش؟ لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. إلهي تلبس الكاوتش تتشل فجأة في الملعب. أنت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجة؟ أنت ليه مش مظبطنا؟ أنت أبونا. أنت إيه؟ أنت أبونا. اسمها بابا يا راجل. ايه يا ولد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا لي هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ زاد عاد ان انت واد. انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني يا ولد. العيال دي شاكك فيها كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبل. اسكت. كفايه. لا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ ها 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 ها
خلاص يا بابا ما مش عايز اتكلم معاك. ما تقتلش نفسك انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. دلوقتي ولع وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول وبتقمم. تعال وراي، تعال وراي. ما تكلم على امك بقى، كمل لما نقف. يلا يلا يا عرق، يلا يا عج، يلا الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي، عايزكم بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض، عايزكم اخوه احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك ما شفت ابوك بيهيس؟ يلا يا مسايد. بتعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجة حلوة. اقول لكم حاجة حلوة. استنى يا ادم ما ارجع في الاجي فين. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. خلاص بلا مساخ، خلاص مش عايز مساخ بلا هابي بيرث بلا زفت. يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك، جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي راكيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا، انسوا ان انتوا عيال، لازم تبقوا ايد واحده. هات يا راكيه النار، طفي في النص، حطوا ايديكوا في النار، حطوا ايديكوا وعهدونا ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك تبقى بيه، حط ايدك، حط ايدك، بقول لك حط ايدك، حط ايدك، حط. صرخوا صرخوا. شو نسينا حبيبي؟ اجري غور في داهيه. يلا عايزكم بقى توروني الشطارة، والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافأة 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدأ. اضرب يا هاد، اضرب اضرب اضرب. كسر الفقرات، كسر الفقرات. انا بحبك اخويا، بحبك اخويا. انزل على رقبته، انزل على رقبته. اضرب يا عاد. صرالو عاد، بقول لك مفيش استسلام. اخلص اشتغل يا بلبس. بقول لك اتصرعاله، دمره، مش عايزه يمشي تاني. قول له سامحني يا اخويا. سامحني يا اخويا. ما تسامحوش يا. ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض. ده 60 دقيقة موتوا بعض، وامهم اصلا ماتت، وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حتة كده قرتين على المريطية، بس ايه بعد ما يردموا الترعة هيبقى في براح، وانت قاعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني، بس توأم، نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو، سيبك من الكلام الفاضي ده. ماتش ايه ونيله ايه؟ كان بودي اذبحكم بايدي، بس حظكم حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاءكم. ابكوا بس خلاص. انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت، واسطوره اندرتيكت خلاص هتنكسر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان، سر بس لازم اتكلم فيه. خلاص مفيش وقت، لحسن اموت فجأة والسر اللي لا يطلع وتورسوني. بابا هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورسوني. وتورسوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين المراس بتاعي تكون الفلوس خلصت. نايل واسكت يا اهبل يا ابن الهبله.
وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجة كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد تعال يا عم سيد، يلا عموك سيد ولا عايز كل حاجة ولا ايه؟ ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنون؟ انا ناوي ان الطريقة اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملأ، مش عايز اضحك على حد. هتوه بصفتي ان انا محدش اتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندر تيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه، هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ اه عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا؟ الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز. اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ اه يا بابا اندر، على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشرون، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع انت كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ريته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة ناديا دراي كلين اللي في شارع مصدق. يا بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبله، امك كانت هبله لا بتعرف تغسل ولا تكوي، وناديا دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل، يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيره انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق، شعري يا اولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني نهاياتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ بطيستا يا بابا. وانت يا قاضي؟ شيموس. شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك.